الجائزة جائزة الإبداع يعني كتير أنا سعيدة إني حصلت على تكريم كبير بمهرجان جونة، وجائزة إبداع يعني بتعني لي كتير على الصعيد المهني أكيد كسينمائية وكإنسانة، اعتراف بهاي المسيرة الطويلة وتشجيع كمان لأني استمر بمسيرة بدأتها من تقريبا 30 سنة مع زوجي الراحل جان شمعون. يعني بالتجربة اللي يعني أنا اشتغلت أفلام وثائقية وأفلام فيلم روائي أخيرا، أكثر الأبطال اللي أفلامي هن من الناس العاديين اللي الفئات المهمشة فيك تقولي بالمجتمع اللي ما بنشوفهم عادة، وأنا كتير بحب صحيح العمل مع الأطفال، عملت ثلاثية أفلام وثائقية مع الأطفال وكان أطفال شتيلة، أطفال جبل النار بمدينة نابلس تحت الاحتلال أكيد الإسرائيلي، وفيلم أحلام المنفى. بثلاث أفلام كان خيط الرابط هو الخيال الأطفال، هو العفوية تبعت الأطفال، إني حاول يعني بالنسبة لي كان الهدف إني أشوف من خلال عيون الأطفال، وكمان كيف ممكن الواحد يحكي الرواية بشكل جديد، بشكل مبني أكثر على الأحلام والخيال والعفوية تبع الأطفال. هاي من جهة، وفي شيء تاني أنا كمان العمل مع النساء مرأة، في شخصيات نسائية بأفلامي دايما يعني مبنية على واقع موجود، على تجارب رائدة إذا بدك، لأنه واقعنا كتير غني ونفس الوقت في معاناة، بس من هالمعاناة دايما في تحدي وفي تمرد على واقع صعب وفي أمل، وهذا كتير واضح